بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، التواصل مستمر مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة في أرضية ميدان الطي. يا سلام يا سلام يا هذه الأسامي الجميلة الحاضرة هنا على أرضية هذا الميدان، ما يهاب البنادق. أيضا سيد يمعة بن محمد بن يمعة بالدبيلة اولا، وفي المركز الثاني عوض حمد بن عوض بن حارب الاجتبي مع ميهاب ايضا من حل ثانيا. المركز الثالث حريص حمدان بن حمد بن الضعيف بن غدير الاجتبي حاضر مع هذه الانطلاقات الجميله. النقل على المركز الرابع ايضا الناير منصور بن سيب بن خلفان الغويص، وفي المركز الخامس اللي هو ميهاب في خامس المراكز ولما الذهب للسيد ناصر بن محمد بن مصلح الاحبابي. انتقل بدوري الى المركز السادس، هناك خزام للسيد ياسر بن صير بن عبد الله المالكي، وسابع المراكز هناك اشقر محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه، وفي المركز الثامن نبه للسيد سالم بن يمعه بن مانع الغويص السويدي، وفي المركز التاسع اللي في المركز التاسع الكنج. يا سلام كنج زعبيل، كنج زعبيل يا مرحبا يا ابو شهاب، يا مرحبا يا ابو شهاب. حمدان بن محمد بن خليفه بن كحيد المهيري من حاضر مع الكنج. النقل على المركز التاسع اللي في المركز التاسع وصل هناك النادر راشد بن ناصر بن سالم العويسي. المركز العاشر ما شاء الله الظبي راشد بن عامر بن دحفوس المنصوري. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة. للمراكز ذعناها عليكم كاملة مكملة وفاء تماما بهذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز هنا بأرضية هذا الميدان. ولكن الله شوف اللي شرد عنا، شوف اللي شرد عنا، شوف اللي ما حسبنا له حساب، اللي ما شاء الله طار بالمركز الاول خزام ياسر بن الصغير بن عبد الله المالكي، ولكن المركز الثاني الذيب للدكتور سعيد بن سالم الشيخ. النقله هناك على نبح سالم بن يمع بن مانع الغويس. ثالثا وصلكم الكنج، وصل الكنج يبغي النقطه الثانيه، حمدان بن محمد بن خليفه بن قحيد المهيري. النقله على المركز الخامس ما شاء الله اللي وصلنا في هذه اللحظات، النادر 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 راشد بن ناصر بن سالم العويسي. الله يا بن دعفوس راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري من يقدم الظبي، ولكن منتصر المنتصر المنتصر ما شاء الله. ايضا مايد بن محمد بن عتيج المقعود الفلاسي اللي وصلنا، اللي ما يبنى للطاري اول ندى لهذا الشعار. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه ما شاء الله، هكذا كان الوصف التفصيلي. ولكن قدمني هناك يا سعيد، يا سعيد قدمني عند السعاده، قدمني عند الدكتور، قدمني عند الدكتور. ما شاء الله تبارك الرحمن بهذا الانطلاق الموفق، بهذا الانطلاق الجميل هنا بأرضية هذا الميدان اللي ما زال مسيطر الذيب. الدكتور سعيد بن سالم الشيخ خزام اللي وصلنا على ثاني المراكز، ايضا ياسر بن الصغير بن عبد الله المالكي اللي وصل المقعود مع المنتصر المنتصر المنتصر. مايد بن محمد بن عتيج المقعود الفلاسي اللحظات الأخيرة. وصلكم بالرشيد، وصل بالرشيد اللي يقدم في هذه اللحظات عباب واريش الثنين كلهن. ايضا تعود عباب هناك للسيد سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد، اريش من الجانب الاخر راشد بن علي بن عبيد بن رشيد. اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره، الدكتور سعيد بن سالم الشيخ مع الذيب مسيطرا، ولكن عباب في اللحظات الجميله ولا هناك الذيب. عباب والذيب ابناء بالرشيد، عباب عباب الى رشده الى محافظ. سلام 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 سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد. المركز الثاني الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. المركز الثالث هناك ايضا ثالث المراكز راشد بن علي بن عبيد بن رشيد. الاجتبي المركز الرابع مستمعينا الاعزاء اللي في المركز الرابع راشد بن ناصر بن سالم العويسي، وفي المركز الخامس مستمعينا حضورنا الكريم
عند اللجنة الجميلة المميزة في خط النهاية. شكرا لجميع اللجان العاملة في هذا الميدان، تهانينا والناموس. 4 دقائق التوقيت، 37 26 جزمنا الثانية، تهانينا والناموس.